بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، اللهم فقهنا في أمور ديننا ودنيانا، ويسر أمورنا واستر عيوبنا. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا. واطمس على وجوه أعدائنا، وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. افتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، نقرأ كتاب حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع بشرح ابن قاسم الغزي رحمهم الله تعالى ونفعنا الله بعلومهم في الدارين أمين، في فقه السادة الشافعية. واليوم في بداية كتاب أحكام الزكاة، كتاب أحكام الزكاة، يقول في الهامش: وهي لغة النماء. الزكاة في اللغة لها معاني كثيرة، قد تطلق المدح وغيره وغيره، ولكن اختار لها كمان معنى واحد في اللغة، يعني ممكن المدح. ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى، فداخل فيها المدح، وليها معاني كثيرة، لكن إيه اختار لك معنى إيه، وهو النماء، وده برضو من ضمن معانيها في اللغة. وهي لغة النماء، وشرعا اسم لمال مخصوص، يؤخذ من مال مخصوص على وجه مخصوص، ويصرف لطائفة مخصوصة. يبقى مال معين، مش كل مال اللي تجب فيه الزكاة، يبقى علشان كده قال لك مال مخصوص، وبعدين يؤخذ من مال مخصوص. الزكاة نفسها القدر اللي بيخرج، دي كلمة الزكاة، يخرج من المال المخصوص ده، واخد بقى، اللي هو المزكى، على وجه مخصوص. يعني إذا حال الحول مثلا في الذهب والفضة، إذا بلغ 5 أوسق في الزروع، إذا بلغ 40 مثلا شاة في الغنم، إذا بلغ 5 جمال في الإبل، وهكذا. يبقى ايه؟ على وجه مخصوص، ويصرف لطائفة مخصوص، اللي هي ايه؟ مصارف الزكاة المعروفة 8. كويس، يبقى ده تعريف الزكاة، وهو اسم لمال مخصوص، ليس كل مال. يعني انا لو عندي مثلا جواهر ماس، وعندي ياقوت وزبرجد، ومحتفظ بيها، لا زكاة فيه، لانها ليست من جنس الذهب والفضة. يبقى المال المخصوص مقصود به 8 أصناف من الاموال، تصرف على 8 أصناف من ايه؟ من المصارف. الـ8 أصناف هتلاقيهم هم عبارة عن ايه؟ الإبل والبقر والغنم، ادي 3، والذهب والفضة يبقى 5. كويس؟ وبعدين النخل والايه؟ والعنب والزروع، ادي الأقوات، ادي 8. سهلة؟ يبقى هي 8 أصناف من الأموال بس اللي يجب فيها الزكاة. 3 مواشي، الإبل والبقر والغنم، و2 نقد ذهب وفضة. كويس؟ وبعدين 3 زروع برضه. يبقى عندك المأكول 6. 3 مأكول 6. مأكول نباتي ومأكول حيواني. سهلة؟ يبقى 3 مأكول نباتي، اللي هو القوت، الزروع، والعنب والتمر، و3 مأكول حيواني، اللي هو الإبل والبقر والغنم، يبقى كده 6، بقى لنا 2 الذهب والفضة، 8 هم، يبقى دي 8 أصناف. طب أمال فين عروض التجارة؟ تقول للذهب والفضة، لأنها تقويمية، مش كده برضه؟ فبتقول للذهب والفضة. طب والركاز؟ زكاة الركاز اللي هو دفين الجاهلية مختلف فيها، فما ذكرناها. طيب والخيل مختلف فيها عند الأحناف مش عند الشافعي، ما ذكرناها، يبقى ده المتفق عليه.
ثمانية أصناف متفق عليه، واخد بالك؟ وعلشان كده يقول لك هي اسم لمال مخصوص يؤخذ من مال مخصوص على وجه مخصوص يصرف لطائفة مخصوصة. لثمانية برضو، إنما الصدقات للفقراء واحد، والمساكين اثنين، والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، ثمانية برضو مش كده برضو؟ فريضة من الله. لما قال إنما الصدقات وقال فريضة في الآخر، تبقى الصدقات الفريضة هي الزكاة، كويس؟ لأن الصدقات تطلق على الفريضة وغير الفريضة، فلما جاء في آخر الآية قال لك فريضة من الله، صارت هي إيه؟ المفروضة. والآن ما بقاش في مؤلفة قلوبهم، وما فيش في الرقاب، وكمان ما بقاش في سبيل الله اللي هو الجهاد، توقف الجهاد الآن للأسف، واخد بالك؟ فبقى عندنا ثلاث أشياء، يعني مصارف في الزكاة معطلة مش موجودة الآن، ممكن عند الاحتياج إليها والحاجة إليها تعود مرة أخرى، لا بأس، ما يجراش حاجة، لكنها معطلة. فعلشان كده بيقول هنا تجب الزكاة في خمسة أشياء، طبعا الاختصار هنا على الاختصار خمس أشياء، لأن ده كتاب أصلا اسمه إيه؟ غاية الاختصار، اسمه الكتاب كده أصلا غاية الاختصار للقاضي أبي شجاع، فهو بيختصر. تجب الزكاة في خمسة أشياء وهي المواشي، ولو عبر بالنعم لكان أولى لأنها أخص من المواشي، والكلام هنا في الأخص، والأثمان، وأريد بها الذهب والفضة، يبقى خلى لك الثلاثة حاجة واحدة مواشي، وخلى لك الذهب والفضة حاجة واحدة، قال لك الأثمان سهلة عشان يختصر يعني، والزروع وأريد بها الأقوات، ما يقتات وما يدخر، كويس؟ والثمار اللي هي زي العنب والتمر، وعروض التجارة، ودخل هنا عروض التجارة مع انها برضو ايه تقول الى الاثمان، لانها ليها ايه يعني فقه مختلف شوية، علشان يقول لك ازاي تحسبها وتعمل. وسيأتي كل من الخمسة مفصلة، فاما المواشي فتجب الزكاة في ثلاثة اجناس منها، وهي الابل والبقر والغنم. افرض انا عندي مزرعة بربي نعام، ما فيهاش زكاة لانها لا هي ابل ولا بقر ولا غنم، مع ان يجوز اكلها. طب انا عندي بربي غزال، ظباء، الزكاه فيه عروض تجاره بقى. وخصوصا كمان لما تيجي تعرف ان الابل والبقر والغنم لا تجب الزكاه في المعلوفه كمان، يعني لو انا بربي حتى جمال وبعلفها ما فيش عليها زكاه، بقت عروض تجاره، فهم؟ لانها ايه، لا يجب ان تكون سائمه، يشترط الصوم، الصوم انها بترعى في كلأ مباح ما تكلفنيش حاجه، لو بتكلفني يبقى ما تجبش فيها الزكاه. هنيجي هناخد كل الحاجات دي في شروط الزكاه. فلا تجب في الخيل، علشان يرد على الاحناف، احنا هنا بنشرح مذهب الشافعيه، الاحناف قال لهم تجب في الخيل. فلا تجب في الخيل والرقيق، برضو عند الاحناف بيرد عليه، والمتولد مثلا من غنم، بين غنم وظباء، يعني تولد حيوان من مزكى وغير مزكى فتولد يبقى ما فيهوش زكاة، يعني مثلا خروف تزوج ظبية، واخد بالك، نزع على ظبية فحملت فأنجبت ظبية بنت خروف، واخد بالك، جنس متولد من ايه، من مزكى وغير مزكى، يبقى في الحالة دي معلوش الزكاة، اللي طالع ده معلوش الزكاة، فهمت بقى ازاي؟ أو مثلا جمل نزع على بقرة، فجت بقرة بنت إيه؟ بنت جمل، فرض جدلا يعني، العلماء بيفترضوا أشياء زي كده، يبقى لا زكاة فيه، في اللي هيتولد ده من مزكى وغير مزكى، لا ده جمل مع بقرة يتولد يبقى يزكى، لكن لو جمل مع غير مزكى وطلع لك حيوان كده ما نعرفوش يبقى لا زكاة فيه، خلاص؟ دي القاعدة. وشرائط وجوبها ستة أشياء، نقف على الشرائط، احنا نخلص المقدمة دي النهاردة. فبيقول هنا سيدنا إبراهيم البيجوري بيقول كتاب أحكام الزكاة، أي بيان أحكامها،
من الوجوب المتعدد بتعدد المضاف إليه وهي الزكاة. أصل هي الزكاة حكمها واحد واجبة وخلاص، أمال ليه أحكام الزكاة خلاها أحكام كتيرة؟ قال لأن أنواعها كتير، فجمعها باعتبار أنواعها، خدت بالك؟ وهو الزكاة، فإنها تكون زكاة إبل وزكاة بقر وزكاة غنم وزكاة ذهب وزكاة فضة إلى غير ذلك. فكأنه قال كتاب حكم زكاة الإبل وحكم زكاة البقر وحكم زكاة الغنم وهلم جرة. فاندفع ما يقال إن حكم الزكاة واحد وهو الوجوب، فلما جمعه الشارح؟ بيرد على اللي اعترض على الشارع انه جمعها الاحكام وكان هيقول حكم الزكاه. كويس؟ والاصل في وجوبها، اما يقول لك الاصل في كتب الفقه يقصد الدليل. يبقى الاصل معناه ايه؟ الدليل. الدليل على وجوب الزكاه ايه؟ والاصل في وجوبها قبل الاجماع، لان احنا عندنا يجي الدليل من الكتاب ومن السنه والاجماع والقياس، ما دي الادله، مش كده برضه؟ كتاب اللي هو القرآن والسنة قول النبي صلى الله عليه وسلم أو إقراره، وبعدين الإجماع، وبعدين القياس، هما دول الأربعة المتفق عليهم في الأدلة. بعد كده في أدلة أخرى مختلف فيها كالاستصحاب والمصالح المرسلة وغير ذلك، دي فيها تفاصيل في علم الأصول تدرسها. والأصل في وجوبها قبل الإجماع قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وقوله تعالى وآتوا الزكاة، وكل منهما من المجمل. المجمل اللي هو ايه؟ اللي هو يحتاج لبيان، يحتاج لبيان. اما يقول لك آتوا الزكاة القرآن كده بس وما رجعناش للسنة، ما تعرفش هتطلع الزكاة ازاي، صح ولا لا؟ يبقى مجمل محتاج لبيان. اما يقول لك اقيموا الصلاة وما رجعتش للسنة، ما تعرفش يقصد ايه اقيموا الصلاة، فاحتاج لبيان. يبقى كل ما هو محتاج لبيان يسمى مجمل، اللي يحتمل اكثر من ايه؟ من معنى. انما اللي ما ليس له الا معنى واحد كالعدد، تلك عشرة كاملة، خلاص مبين، لان ده عدد مفيش فيه لعب. زي برضه ما يقول لك مثلا ايه، فكفارته اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام، يبقى ده مبين لانه واضح، خدت بالك ازاي؟ انما المجمل اما يقول لك اتوا الزكاه، اقيموا الصلاه، حجوا البيت. طب انا اعرف ازاي؟ الا خذوا عني مناسككم، صلوا كما رايتموني اصلي، وهكذا. فديه مسلمه الى اهلي، طب الديه كام؟ في قتل الخطا الديه تبقى كام؟ واخد بالك؟ وادفعها ازاي؟ وعلى مين؟ على القاتل ولا على العاقله؟ وتقسم ازاي؟ وهل هي تؤدى فورية ولا تؤدى مقسطة؟ وهكذا. يبقى كل الحاجات دي فيها إجمال، يقول لك مجمل يحتاج لبيان. وعشان كده بيقول لك إيه؟ وكل منهما الآيتين دول وآتوا الزكاة وآية خذ من أموالهم صدقة، قال لك أموالهم، طب أي مال؟ إحنا قايلين المال مخصوص ويؤخذ قدر مخصوص اللي تبينه السنة. من المجمل المبين بالسنة. يبقى نروح للجماعه اللي بيقول لك القران وبس، يبقوا دول اونطاجيه، هيلغوا الشرع الشريف. اللي يقول لك القران وبس، قرانيين، دول اونطاجيه، ده مدخل للكفر، مدخل لتعطيل الشريعه. وكل منهما من المجمل المبين بالسنه على الصحيح، لانه لم يبين القدر المخرج ولا المخرج منه ولا المخرج له. وتنفع تقول المخرج، تنفع بالتجديد، وتنفع بإيه؟ تنفع الاثنين. وقوله صلى الله لكنها بينت بالسنة، كل الحاجات دي بينت بالسنة. وقوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، ده الدليل من السنة بقى. بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخر الحديث المشهور، كل الناس حافظاه. وهي أحد أركان الإسلام لهذا الخبر. يكفر جاحدها، منكرها يكفر ولو أداها. شفت ازاي؟ يكفر جاحدها وإن أتى بها، يعني ولو أداها. لكن يكفر في الزكاة المجمع عليها، لو أنكر زكاة الركاز ما يكفرش، ما فيها خلاف، واخد بالك؟ طب أنكر الزكاة في الخيل ما يجراش حاجة، فيها خلاف. أنكر الزكاة في الرقيق ما يجراش حاجة، فيها خلاف. أنكر الزكاة في عروض التجارة، فيها خلاف. فهمتني بقى ازاي؟
انكر الزكاه في الاوراق الماليه اللي في ايدنا دي، قال لك دي لا ذهب ولا فضه ولا حاجه، هي دي من الاجناس الثمانيه، جنيه مصري ده جنيه ورقه، دقها على المكنه واجري وزع على الناس كوتشين، مش كده؟ لا ذهب ولا فضه. ويقول لك لا ما فيهاش زكاه، لا زكاه في الفلوس ولو كثرة، ما يكفرش. بس خدت بالك ليه؟ لانه عنده وجهه نظر، قد نكون نختلف معه ما يدركش حاجه، قد نختلف معه ما يضرش، لكن ما نكفروش. فهمت بقى المساله؟ لكن اللي ينكر المجمع عليه هو ده اللي يكفر. واحد يقول لك ما فيش زكاه اصلا، ده كاف. او انكر زكاه مثلا في بعض الاجناس المتفق عليه، قال لك ما فيش زكاه في الابل، في زكاه في الغنم، في زكاه في الذهب ولا في الفضه. واخد بالك؟ يبقى ده ملناش دعوه بيه. يبقى يكفر جاحدها وان اتى بها، لكن يكفر امتى؟ في جحود الزكاه المجمع عليها بخلاف المختلف فيها، كزكاه الركاز وزكاه التجاره وزكاه مال الصبي اليتيم. يعني واحد يتيم طفل صغير وابوه سايب له ملايين الجنيهات وانا وليه مسؤول عنه، اطلع زكاه الصبي ده تجب في ماله ولا عشان غير مكلف لا تجب؟ خلاف بين العلماء. فهم؟ خلاف بين العلماء. وعلشان كده اللي ينكر زكاه مال الصبي خلاص فيها خلاف. خد بالك ازاي؟ واما زكاه الفطر فليست من المختلف فيها، سموها زكاه البدن بقى. زكاة البدن دي زكاة الفطر اللي احنا بنعملها في رمضان، في اخر رمضان، دي زكاة الفطر يسموها زكاة البدن، دي على الابدان على الرؤوس لكل من يملك قوت يومه. لكن احنا بنتكلم على زكاة الاموال مش زكاة الابدان، خدت بالك؟ اما زكاة الفطر فليس من المختلف فيها، لان خلاف ابن اللبان فيها ضعيف جدا فلا عبرة به، كما قيل وليس كل خلاف جاء معتبرا الا خلاف له حظ من النظر. مش اي واحد يطلع لك كده من العلماء على مر التاريخ يجي يطلع لك ينبذ لك براي وبعدين تقول اه ده ادم قال راي مخالف يبقى دي امر في خلاف. لا، لازم نشوف ان خلافه قايم على نظر قوي يحتمل، يعني خدت بالك؟ مش اي واحد يقول حاجه نقول ده خلاف. واخد بالك ازاي؟ ويقاتل الممتنع من أدائها عليها. الممتنع من أدائها الحاكم يجبره، ولو تترسوا في مكان وعملوا قرية أو مدينة يقاتله. شوف قد إيه. ولو واحد منفرد يقبض عليه وياخد منه المال قهرا، خدت بالك؟ ده الحاكم، حاكم المسلمين. لأن الزكاة على فكرة من ضمن فقه الأمة وليس فقه الأفراد. في حاجة اسمها فقه أمة وفي فقه أفراد، يعني واجب على الأمة بمجموعها وعلى الحاكم أنه ياخدها من الناس ويصرفها في مصارفه، يسموه فقه أمة. إنما احنا دلوقتي لأن الحاكم مش مهتم بيها فإذا امتنع واحد لن نستطيع أننا نجبره خلاص، لأن الحاكم أصبح ليست من واجبات الحاكم. يعني الحاكم تخلى تركها للأفراد، كل واحد ينفق بمعرفته، وده السبب اللي خلى الوعاء الزكائي الزكوي ضعيف، لأنه بقى كل واحد يطلع 5 جنيه وعشر جنيه فالفقير يبدأ الفقير. إنما لو اجتمعت زكاة أهل قطر معين في وعاء واحد لاجتمع فيه مليارات، ساعتها يقدروا يحلوا إشكال الناس. ده عايز يتجوز يديله 100,000 جنيه روح اتجوز. واخد بالك؟ تبص تلاقيه نقلة من الفقر للغنى على طول. وده عايز مثلا يعمل مشروع غلبان يعمل له دراسة جدوى ويديله 500,000 جنيه، 500,000 جنيه، ابتدي مشروع. وده راجل سواق ويعرف يسوق، عايز له تاكسي جايب له عربيه ب50,000 جنيه، روح سوق واشتغل. ليه؟ لانه وعاء كبير متجمع فيقدر يتصرف. فتبص تلاقي بمرور الوقت لما عملوا كده ايام الصحابه في ايام الخلافه الراشده، على ما وصلوا لعمر بن عبد العزيز بقوا يدوروا على واحد عايز زكاه مش لاقيه، لانه خلاص كل الفقراء خلاص اختفوا. لكن احنا بالطريقه بتاعتنا لما تخلينا عنها كفقه امه وتركناها فقه افراد، زي بالظبط لما مصر كانت بتزرع القطن في ملايين الافدنه، فكان محصول استراتيجي. كانت مصر بتصدر القطن، معروفه انها من ضمن الدول المنتجه للقطن على مستوى العالم. جاء عبد الناصر عمل الاصلاح الزراعي، ادى لكل واحد 5 فدان، 5 فدادين، 2 فدان، 3 فدادين، اتقطعت. فبقى ده يزرع ليمون وده برتقان وده ملوخيه وده، كل واحد بيزرع على مزاجه، ما بقاش في محصول استراتيجي. نفس القصه حصلت في الزكاه. فلا حصلنا دولة زراعية ولا حصلنا دولة صناعية،
واصبحنا بنشحت القمح بعد ما كنا بناكل اوروبا في الحرب العالميه الثانيه القمح. اوروبا كلها في الحرب العالميه ما زرعتش قمح، كلت من مصر. تصور بقى ان مصر هي اللي اكلت اوروبا في الحرب العالميه سنه 46 و48 و47، لان كان في محاصيل استراتيجيه، كانت تبص تلاقي مثلا مليون فدان مزروعين قمح. دلوقتي ما تقدرش تعملها لانه الاصلاح الزراعي قطع الملكيه الى قطع صغيره، وكل واحد خد له فدان واثنين، زرع له فدان وبنى على فدان لاولاده. مش ده اللي حصل؟ فايه، ففقدت مصر قدرتها الزراعيه. كذلك في الزكاه. الزكاه لما تخلى الحاكم عن جمعها فاصبح ما عندوش وعاء ادخاري قوي، وقال لك هنعمل وزاره الشؤون الاجتماعيه. طب والشؤون الاجتماعيه؟ ما مش عارف، هي حق وزاره الشؤون الاجتماعيه تعيد جمع الزكاه مره اخرى، تعمل عندها صندوق للزكاه، يبقى دخل ليها كبير، تجمعه من رجال الاعمال وتجمعه من الناس التجار الكبار، تبتدي الاول في رجال الاعمال المشاهير والتجار الكبار الاول. هتحل اشكال كبير، هتحل اشكال كبير عند المسلمين في كل بلد، لان هيبقى عندها اموال طائله، ولا تتركها لكل واحد يطلعها بمزاجه. يعني المشكله ان تلاقي رجل اعمال عنده مثلا عده ملايين، يحسب الزكاه 2.5% يلاقي مثلا ايه 10 مليون. هيطلع 10 مليون في نفس السنه، خلاص يبدل الليل كده على انه حسبها في النوته بتاعته 10 مليون. يصحى الصبح بعد ما يصلي الفجر 10 مليون خليهم 5، 5 مليون كويس، على ما يوصل مكتبه خليها مليون. واخد بالك؟ على ما يطلعهم يبقوا 100,000. حطهم بقى في جيبه 100,000 يوزعهم على العمال اللي عنده ولا بتاع، يروح موزع منهم 50,000 ويرجع 50,000 البنك. بعد ما كانت 10 مليون رست على كده. ليه؟ لانه الانسان طبعه شحيح. فاصبح ما فيش بقى ايه حكايه فقه الامه دي، فلازم تعود مره اخرى عشان يبقى في تاثير اجتماعي قوي بحيث ننشل الفقراء مره اخرى، لان لا يجوع جائع الا بتخمه غني. اعرف كده كويس. وقدر فيها اقوتها في اربعه ايام سواء للسائلين، فلا يجوع جائع الا بتخمه غني. فهنا بيقول لك ايه، ويقاتل الممتنع من ادائها عليها كما فعل الصديق. سيدنا ابي بكر الصديق معروف، والرده وقتال الرده والمرتدين ومنيع الزكاه قصه معروفه في التاريخ، كل المسلمين يعرفوه. كما فعل الصديق رضي الله عنه، ويقاتل الممتنع من اخذها عليها ايضا. يعني افرض الحاكم جمع الزكاه من الاغنياء وبعدين عايز يوزعها على الفقراء، اما الفقراء كلهم تكتلوا في بلد وقعدوا فيها وقال لك مش هناخد زكاه، ربنا يغنينا بالحلال يا اخي مش هناخد. يقوم الحاكم يخش عليهم يقاتلهم ويجبرهم لازم تاخدوه. شوف قد ايه، لو فرض جدلا يعني. ويقاتل ليه؟ لانه هيوقف شعيره وده حقه. واخد، هنوديه فين؟ طب هنوديه فين؟ وانت راجل جعان وسايب عيالك مش متغطيين وبتمتنع ليه؟ فهمت؟ ما هو ده تصرف كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول، هتضيع عيالك. فهمتني ازاي؟ فخد علشان تنشل عيالك تحافظ عليهم. وعلشان كده يبقى يقاتل مانعها ويقاتل الممتنع من اخذه ان كان من اهلها يعني. انما فرض هو غني خلاص هقتله ليه؟ ما هو غني مستغني. واخد بالك ازاي؟ لكن لو فقير ومش لاقي ياكل واجي اقول له خد الزكاه يقول لك لا متشكر انا ما مدش ايدي لحد. الحاكم يروح مدخله بالعافيه ويكتفه ويقول له لازم تاخدها. ايه رايك بقى؟ او يبعت له ناس في بيته يشتروا له بطاطين ويشتروا له اكل وشرب، وياخد بالك ازاي، ويحطه له في بيته بالعافيه. ولو امتنع يبقى بيخرق النظام العام وبيخرج عن القانون، ويقدر يعمل له قضايا بقى ان هو خارج عن القانون وخارج عن الايه، عما اتفق عليه المسلمون. واضح الحكايه؟ ويقاتل الممتنع من اخذها عليها ايضا. وفرضت في السنه الثانيه من الهجره بعد زكاه الفطر، والمشهور عند المحدثين انها فرضت في شوال السنه المذكوره. زكاه الفطر فرضت في شعبان، وزكاه الاموال فرضت ايه في شوال في نفس السنه الثانيه من الهجره. وقال بعضهم فرضت في شعبان مع زكاه الفطر من السنه المذكوره، وهي من الشرائع القديمه بدليل قول عيسى عليه السلام واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا. يبقى من الشرائع القديمة في الأمم السابقة، بس قدرها يختلف وأنواع أصناف المال تختلف والمصارف تختلف، يعني تفاصيلها يختلف، لكن الزكاة موجودة في كل الشرائع
بس مع اختلاف، كما ان الصلاه موجوده في كل الشرائع، لكن تختلف كيفيه الصلاه من شريعه الى شريعه. وقد يدفع بان المراد بها غير الزكاه المعروفه، كما ان المراد بالصلاه غير الصلاه المعروفه. ويؤيد ذلك ما نقله السيوطي في الخصائص عن ابن عطاء الله السكندري. الامام السيوطي له كتاب اسمه الخصائص الكبرى، ان الانبياء لا تجب عليهم الزكاه. ده كلام الامام السيوطي في الخصائص، بيقول ان الانبياء لا تجب عليهم الزكاة لأنهم لا ملك لهم مع الله، إنما كانوا يشهدون أن ما في أيديهم من ودائع الله تعالى عندهم، لأن من شروط صحة وجوب الزكاة الملك التام، والنبي لا يرى لنفسه ملك تام أصلا. واخد بالك؟ ده رأي الإمام السيوطي، ما وافقوش عليه كثير من العلماء التانيين، واخد بالك؟ لكن إحنا بناخد الأول كلام الإمام ابن عطاء الله، ونقل الإمام السيوطي وافق عليه. واضح الكلام؟ كانوا يشهدون دول الأنبياء أن ما في أيديهم من وداع الله تعالى عندهم، ولأن الزكاة طهرة مما عساه أن يقع ممن وجبت عليه، والأنبياء مبرؤون من فعل الخبائث، وبالتالي إيه اللي حطهر فيهم؟ هم متطهرين جاهزين. كل دي إيه؟ أدلة من قال أن الأنبياء لا تجب عليهم الزكاة لأنهم معصومون، وأنهم لا يرون ملكا تاما لهم مع الله. واضح؟ لكن قال المناوي، وهذا كما ترى بناه ابن عطاء الله على مذهب إمامه مالك رضي الله تعالى عنه، من أن الأنبياء لا يملكون، لكن مذهب الشافعي الأنبياء يملكون. يبقى الإمام ابن عطاء الله كان ملكي، والملكية يرون أن الأنبياء لا يملكون، فإيه؟ فمشى المسألة على تعليل الملكية. واضح؟ ومذهب إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه أنهم يملكون، ولذلك نقل عن الشهاب الرملي أنه أفتى بوجوبها عليهم. وعلى هذا فليست من خصوصياتنا إلا باعتبار الكيفية المشتملة على الشروط الآتية. يعني ليست الزكاة من خصوصيات أمة النبي صلى الله عليه وسلم محمد إلا باعتبار الشروط بس والتفاصيل، لكن هم عندهم إجمالا زكاة برضه لها تفاصيل أخرى في الأمم السابقة. وإنما قدمها المصنف على الصوم. طب ليه هو جاب لك الزكاة بعد الصلاة وقدمها على الصيام وعلى الحج، مع أن الصيام والحج أفضل منه؟ واخد بالك إزاي؟ ليه قدمها؟ وقدمها المصنف على الصوم والحج مع أنهما أفضل منها، نظرا للحديث المتقدم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس، بعد الشهادتين قال إيه؟ إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فهو اعتبارا بترتيب الحديث. كويس؟ نظرا للحديث المتقدم، والحكمة في تقديمها فيه أن النفوس تشح بها لكونها طبعت على حب المال. قوله وهي لغة النماء بالمد أي الزيادة، يقال زكى الزرع إذا نما. وأما النما بالقصر، في نماء وفي نما، نما بالقصر فهو النمل الصغير وليس مرادا هنا، يبقى مراد النماء بالمد مش النما، لأن النما هنا معنى تاني، حاجة تانية، ده نوع من النمل الصغير وليس مرادا هنا. وتطلق أيضا على البركة، يقال زكت النفقة إذا بورك فيها، وعلى وساعات كمان تقول زكت النار، يعني إذا إيه اشتعلت وزادت. وعلى كثرة الخير، يقال فلان زاكٍ أي كثير الخير. وعلى التطهير، تطلق أيضا على التطهير، قال تعالى قد أفلح من زكاها أي طهرها من الأدناس. وتطلق أيضا على المدح، قال تعالى فلا تزكوا أنفسكم أي لا تمدحوها. يبقى بتطلق على معاني كثيرة في لغة العرب. العجيب أن كل المعاني دي موجودة في الزكاة اللي بنخرجها، لأن الزكاة لما تخرجها تمدح، هيمدحك الفقير يقول لك يا سلام ده انت راجل كريم ربنا يكرمك، مش كده برضه؟ ولما يدعي لك ينمو مالك، مش كده برضه؟ وبعدين فيها معنى التطهير لانها بتاخد ايه؟ ذنوبك معاها. يبقى فيها كل المعاني الشرعيه اللغويه داخله في معاني الزكاه الشرعيه برضه، واخد بالك ازاي؟ يعني اللغه ما بعدتش كتير عن الشرع في المعنى. وشرعا اسم إلى آخره، وسمي بها لأن المال ينمو ببركة إخراجها ودعاء الآخذ لها، ويبارك فيه بسبب ذلك، ويكثر الخير فيه،
ولأنه يطهر مخرجه من الإثم ويمدحه حتى يشهد له بصحة الإيمان. فالمناسبة بين المعنى الشرعي واللغوي موجودة على كل المعاني اللغوية، هي لغة النماء وشرعا اسم لمال مخصوص، أي الذي هو القدر المخرج من ربع العشر في الذهب والفضة. ربع العشر هو 2.5% يعني، ربع العشر في الذهب والفضة، ومن العشر أو نصف العشر في الزروع وهكذا. وقول يؤخذ من مال مخصوص، أي الذي هو المخرج منه، كعشرين مثقالا من الذهب. إذا بلغ 20 مثقال من الذهب يبقى ده نصاب الذهب. 20 مثقال من الذهب يعني حوالي 85 جرام مثلا، لأن المثقال 4 جرام وربع، عيارة 21، الجرام 24 وربع. اضرب 24 وربع في ايه، 4 وربع في 20 يطلع كام؟ يطلع 85 جرام ذهب، يبقى ده نصاب الذهب. و200 درهم من الفضة 2.9 جرام، الدرهم 2.9 جرام تضربه في 200 يطلع كام؟ يطلع حوالي 720 720، مش كده برضو؟ يطلع كام جرام؟ 2.9 في 200 500، يعني حوالي 600. كنا احنا زمان نحفظها كده، يقول لك 600 جرام فضه، واخد بالك؟ تقريبا يعني 600 جرام فضه و85 جرام ده. نشوف الفضه بكام؟ 600 جرام نقيمها بالاموال الوقتي، و200 درهم من الفضه، وخمسه اوسق في الزروع 12 كيلة، الوسق 12 كيلة يعني 60 كيلة، 60 كيلة الوسق 12 كيلة، 5 أوسق في الزروع وهكذا. ولو قال أو عن بدن، لو قال اسم لمال مخصوص تؤخذ من مال مخصوص أو عن بدن، دخل فيها زكاة الفطر. لو ضفت كلمة بدن أو عن بدن لشمل التعريف زكاة الفطر. وقوله على وجه مخصوص، أي من الكيفية المشتملة على الشروط الآتية. وقوله يصرف لطائفة مخصوصة، أي وهم مستحقوها المذكورون في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. قوله تجب الزكاة في 5 أشياء، أي إجمالا، وإلا فهي 8 تفصيلا: الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والزروع والنخل والعنب. وأما عروض التجارة فهي ترجع للذهب والفضة، لأن الزكاة إنما تجب في قيمتها، وهي إنما تكون من الذهب والفضة، كما وجبت في 8 أصناف من أجناس المال، وجبت ل8 أصناف من طبقات الناس. فبهذا ينتظم قولهم تجب في 8 وتصرف في 8. كانوا زمان يدرسوها للطلبة كده، لهم الزكاة تجب في 8 وتصرف إلى 8، واخد بالك؟ أمال الأموال البنكنوت عروض تجارة، عروض تجارة تبقى هي زي عروض التجارة، لأن البنكنوت ده اللي احنا بتاعنا ده قيمته بتتفاوت زي السلع بالظبط، القيمة بتاعته تتفاوت كالسلع بالظبط. فبقى أنا بقيمه بالذهب زي عروض التجارة ما بقيمها بالذهب. فإذا بلغت نصاب الذهب، يعني لو معايا من البنكنوت ما يشتري 85 جرام ذهب عيار 21 وحال علي الحول عندي وفي ملك تام، واخد بالك ازاي؟ يبقى وجبت الزكاة، اخرج ربع العشر. فهمت بقى؟ لا، يبقى انا بعامل البنكنوت معاملة عروض التجارة. واضح الكلام؟ لانه بيختلف بقى. كان زمان ايام الشيخ مخلوف كان ب 30 جنيه، اللي معاه 30 جنيه يبقى يجيب 85 جرام ذهب عيار 21، ايام ما كان مفتي الديار الشيخ محمد بخيت المطيع، ايام الشيخ محمد بخيت المطيع كان يقول لك 30 جنيه يحل عليهم الحول، يبقى وجب عليك انك انت تخرج من كل جنيه 2.5 قرش، واخد بالك ازاي؟ دلوقتي بقت وصلت قرب 8000 جنيه تقريبا او 12000. نسال تجار الدهب نقول لهم كام؟ السنة دي 12000، ممكن السنة الجاية تبقى 10، ممكن السنة الجاية تبقى 14000، تختلف بقى، تتفاوت من سنة لسنة حسب سعر الذهب. وبالتالي هي عروض تجارة. يبقى البنكنوت ده ايه؟ عروض تجارة.
فاللي ينكر زكاة عروض التجارة ينكرها، واخد بالك ازاي؟ اللي ينكر زكاة عروض التجارة ينكرها على طول. واضح الكلام؟ أنا كان السيد عبد الله الصديق الغماري شيخي كان يقول أرى، هو يرى أن نقوم الزكاة بالفضة في هذا الزمان حتى يكثر مخرج الزكاة لمراعاة لمصلحة الفقير، لأن لو قيمناها بالفضة هتلاقي اللي هيخرج زكاة أكتر من لو قيمناها بالذهب. فكان سيدنا عبد الله الصديق الغماري كان يقول لنا كده لما يدرس لنا زمان سنة 80 1980، خد بالك، و81 و82 كنا نقرا عليه فقه الزكاه، كان يقول لنا كده ان هو يرى ان احنا نثبتها، لكن لو امتنع من يملك نصاب فضه عن اخراجها لا يؤخذ منه عنوه ولا يسمى فاسق بهذه القيود. واضح؟ افرض واحد عنده نصاب 600 جرام فضه مثلا، لكن ما يجيبش 21 جرام ذهب، الفضه بكام دلوقتي؟ يعني 1800 جنيه، يبقى اللي معاه 1800 جنيه يطلع زكاة، وفي الذهب قلنا 12000. واخد بالك؟ طب افرض ابو 1800 ده او معاه 5000 قال لك انا مش هطلع. انا حسابها بالذهب، خلاص غير فاسق ولا تؤخذ منه عنوة. ولا تؤخذ منه عنوة. طب وليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ان 200 درهم او 20 مثقال؟ لان كان زمان ال 200 درهم يجيبوا 20 مثقال، لان الدينار كان يتفك ب 10 دراهم. كان الدينار يتفك ب 10 دراهم. فهم نفس القيمة. لكن بمرور الزمن اختلفت القيمة خالص، الذهب عالي قوي والفضة نزلت قوي. واخد بالك؟ فلا بأس من باب الورع، من باب الورع لا من باب الفقه، إن الواحد يحسبها بإيه؟ بالفضة، عشان يطلع زكاة ويبقى حلو كده وراجل متصدق جميل، ده من باب الورع. لكن من باب الفقه يحسبها بالذهب لتفاوت الأسعار التفاوت الكبير. واضح؟ أي القول هو هي، أي الخمسة المذكورة، قول المواشي جمع ماشية، وهي تطلق على كل دابة سميت بذلك لمشيها عشان بتمشي على أربع سموها مواشية. قول ولو عبر بالنعم لكان أولى، ليس كذلك، مش عاجبه الشيخ البيجوري، مش عاجبه كلام ابن قاسم الغزي، بيقول لو كان عبر ابن القاضي أبي شجاع قال بدل المواشي قال النعم كان أحسن. يقول لك لا، ده تعبير القاضي أبي شجاع هو الأحسن. فهمت إزاي؟ ليس كذلك، بل الأولى ما سلكه المصنف اللي هو أبي شجاع لقوله بعد ذلك فأما المواشي فتكب الزكاة في ثلاث أجناس منها. يبقى كان يقصد المواشي بالمعنى العام وخصصها بعد كده، إنما أنت لو قلت النعم من الأول يبقى ما هي متخصصة من الأول، يبقى مش هيستقيم كلامه بعد كده، مش هيستقيم. ده هو كلامه مستقيم عشان جاب المواشي بالمعنى العام وخصص منها ثلاث أنواع، مش كده برضو؟ لقوله بعد ذلك فأما المواشي فتجب الزكاة في ثلاثة أجناس منها، ويقصد بالأجناس هنا أنواع طبعا. وقوله لأنها أخص من المواشي، أي لأن النعم هي الإبل والبقر والغنم، سميت بذلك لكثرة نعم الله تعالى فيها على عباده، سميت النعم لكثرة النعم فيها. تلاقي عيل قد كده ويسوق لك جمل كبير، لكن ما يعرفش يسوق مثلا تعبان ولا برغوت ولا دبانه. شوف قد ايه، ما هو مسخرها ربنا، لولا انه مسخرها ما يعرفش يسوق عصفوره، صح؟ ولا يقول لها تعالي وانزلي، ده يقول له نخ ينزل امشي، وعنه ايه حاجه هجم، يبقى تسخير في نعم كبير. سميت بذلك لكثره نعم الله تعالى فيها على عباده، والمواشي تشمل كل دابه كما علم مما مر. وقول والكلام هنا في الاخص، اي الذي هو النعم، وهذا ممنوع، بل الكلام هنا في الأعم بدليل قول المصنف بعد ذلك فأما المواشي فتجب الزكاة في ثلاثة أجناس منها كما تقدم. فهو كان قصد الأول الأعم فخصص، فأنت ما تخصصش من الأول، خدت بالك؟ وإلا يبقى كلام المصنف هيتغير خالص. قول والأثمان جمع ثمن، وهو كل ما قوبل به المبيع من نقد أو غيره من سائر الجواهر والعروض، لكن هذا ليس مرادا كما صرح به الشارح في قوله وأريد بها الذهب والفضة. في مذهب الشافعية لا زكاة في الفلوس وإن كثرت، مش كده برضه؟ ولو راجت رجواجا نقدين لا زكاة في الفلوس وإن كثرت، يعني اللي معاه بنكنوت ده على مذهب الشافعية القديم، المذهب القديم، لكن كل
أهل الشافعية المحدثين اللي هم في عصرنا والعصور اللي فيها البنك نوت راج، قال لك لا نعملها معاملات عروض التجارة ونطلع الزكاة فيها، واخد بالك؟ لكن المذهب القديم قال لك لا، ما فيش زكاة في الفلوس، وإن رجت رواج النقدين، لأن العبرة إيه؟ في الذهبية والفضية. واضح الكلام؟ عشان ما تجيش تقرأ تقوم إيه؟ توافق مزاجك فتمتنع عن إخراج الزكاة. ده الكلام ده كان قديم، خرج بعد ذلك الإجماع عليه في العصور الحديثة، وصار مراعاة الأموال دي، البنكنوت دي، أصبحت عروض تجارة بتقيمها بالذهب وتطلع الزكاة. والأثمان جمع ثمن، وهو كل ما قوبل به المبيع من نقد أو غيره من سائر الجواهر والعروض، لكن هذا ليس مرادا كما صرح به الشارح في قوله وأريد بها الذهب والفضة، ويدل له قول المصنف فيما سيأتي. وأما الأثمان فشيئان، الذهب والفضة، أي بخلاف ما هو ثمن من غيرهما. يبقى خرج إيه؟ البنك نوت، مش كده برضه؟ لكن إحنا ما بنخرجوش، بندخله في زكاة عروض التجارة، ما بندخلوش في زكاة الذهب والفضة، بندخله في باب تاني. يعني وخرج من باب دخلنا احنا في باب تاني. فهمتني ازاي؟ قوله واريد بها الاقوات، كان الاولى حذفه لئلا يلزم استدراك شرط كونه قوتا الاتي في قول المصنف، وان يكون قوتا مدخرا، فالمناسب لذلك التعميم هنا وقول والثمار اي مطلقا، كما هو المناسب لقول المصنف فيما سياتي. واما الثمار فتجب الزكاه في شيئين منها، هي تجب الزكاة في الأقوات، يعني مش في الخضروات ولا في الفاكهة، مش كده برضه؟ ولا في البطيخ، ولا في، تجب في الأقوات بس، القمح، الذرة، الشعير، الأرز قياسا على القمح، واخد بالك ازاي؟ دي الأقوات. طب وتجب في الثمار اللي هي الفاكهة التي تتخذ قوتا برضه، اللي هو التمر، البلح بيبقى تمر ويتخزن قوت، والعنب بيبقى زبيب ويتخزن قوت، يبقى تجب في الايه؟ في التمر وفي العنب، عشان برضه بيبقى قوت بعد كده. واضح؟ لا تجب فيها عروض تجاره بقى، معلش بس مش من الاقوات، لا يقتات، لازم تبقى مقتات مدخر. طب مش مقتات، انت بتتقود بالشطه، تاخد شطه كده تحطها، ده ايدام، إدام إدام بس، تغمسها، يقول لك عيش وملح، يبقى تجب في العيش ما تجبش في الملح. الملح إدام، إدام يعني تدم، يعني يتغمس، يعني غموس، يسموه في الأرياف يقول لك غموس، واخد بالك؟ أو يسموه إدام برضه في الصعيد، صعيد مصر يقول لك إدام برضه، واخد بالك؟ ماشي. وأن يكون قوتا مدخرا، فالمناسب لذلك التعميم هنا، وقول والثمار أي مطلقا كما هو المناسب لقول المصنف فيما سيأتي. وأما الثمار فتجب الزكاة في شيئين برضو منها، يعني الثمار ده حاجة عامة راح خصصها وقال لك إيه؟ وقال لك اللي هو النخل والعنب بس، ثمار النخل وثمار إيه؟ العنب. وقد سبق لك نظير، إلا أن يقال أن كلام الشارح باعتبار ما يؤول إليه الأمر بعد الشرح الآتي. وقول وعروض التجارة أي ما قابل النقود، كل ما هو متقوم، كل ما هو متقوم. يعني واحد بيتاجر في الجمال، فبيشتري الجمال وبيعلفها وبيبيعها، تبقى معلوش زكاة جمال، لا عليه زكاة عروض تجارة. فهمتني ازاي؟ لا عليه زكاة عروض تجارة نقيمها. واحد بيتاجر في السيارات، عنده معرض سيارات اجانس، وحاطط فيه 20 30 سيارة قيمتهم مثلا 20 مليون جنيه، يبقى عروض تجارة. لكن انا عندي جراج في بيتي وجايب عربيه ليا وعربيه لابني وعربيه لمراتي وعربيه مش عارف للبواب وعربيه لمين، عندي 20 عربيه جوه، بس ده ملكي مش هنعرضها للبيع، لا زكاه فيها، لان الاستعمال الشخصي مش معروضه للبيع، مش عروض تجاره، خدت بالك؟ لازم تبقى عروض تجاره، اي ما قبل النقود. وسياتي كل من الخمسه مفصلا، اي واما الكلام عليها هنا فهو على سبيل الاجمال كما وضعه. قوله فاما المواشي أي التي هي الأولى من الخمس السابقة، وقول في ثلاثة أجناس، قال بعضهم الأولى أنواع، أصل لما يقول لك جنس بمعنى المنطقة المنطقي كان يقول لك المواشي دي كلها حيوان، ده جنس حيوان، والأنواع
إبل، بقر، غنم، ده اسمه الأنواع. قال لك لا، ده احنا ما نقصدش الأجناس بالمعنى المنطقي عند المناطقة، ده احنا نقصد الأجناس بمعنى الأنواع عند الفقهاء. فهمت ازاي؟ يعني الفقيه الاستعمال في اللغة مختلف عن. قال بعضهم الأولى أنواع، وأجيب بأن المراد بالأجناس في كلامه الأجناس اللغوية وهي الأمور الكلية، فهي بمعنى الأنواع وليس المراد بها الأجناس المنطقية كالحيوان. وقول منها أي من المواشي، قول وهي أي الثلاثة أجناس، وقول الإبل بكسر الباء وتسكن للتخفيف اسم جمع لا واحد له من لفظه. الإبل ده اسم جمع لا واحد له من لفظه، ويجمع على آبال كحمل وأحمال. وقول والبقر هو اسم جنس جمعي واحدة بقرة وباقورة للذكر والأنثى، فالتاء للوحدة لا للتأنيث. بقرة التاء دي مش تاء تأنيث، ده تاء وحدة تطلق على الذكر والأنثى بقرة، واخد بالك؟ سمي بذلك ليه؟ لأنه يبقر الأرض أي يشقها، يستعمل في الحراسة فيشق الأرض، فسمي بقرة لأنه يبقر الأرض يشقها بالحراسة. ومنه سمي سيدي محمد الباقر اللي هو ابن سيدنا جعفر الصادق، مش كده؟ أبو جعفر الصادق، أبو جعفر الصادق أبوه اسمه محمد اللي هو ابن سيدنا علي زين العابدين، فسموه محمد الباقر ليه؟ لأنه بقر بطون الكتب والعلوم، فسمي الباقر عشان كده، لأنه يبقر العلم أي يظهره ويوضحه. وقول والغنم هو اسم جنس إفرادي يصدق على القليل والكثير وعلى الذكر والأنثى، وقيل اسم جمع لا واحد له من لفظه. سمي بذلك لأنه غنيمة، كما في الحديث الغنم غنيمة، الغنم غنيمة. ليه غنيمة؟ غنيمة باردة، لأنه لطيف كده الغنم، ما يكلفكش كتير، وبعدين فايدته كتيرة، فوائده كتيرة، فما تتعبش في تربيته وما تتكلفش كتير وفوائده كتيرة، تاخد منه لبن وتاخد منه صوف وتاخد منه لحم، تاخد منه كل حاجة، وفي نفس الوقت ما حدش يحسدك عليه، بخلاف الجمال، الجمال مال واضح، العرب تحسد على الجمال، لكن ما تحسدش على الغنم، الغنم ده مال الفقير، والإبل ده مال الأغنياء، واخد بالك؟ عشان كده غنيمة، تبقى في الدرع يعني، ما حدش إيه يقر عليك ولا يحسدك. لأنه غنيمة كما في الحديث الغنم غنيمة، وإنما قدم الإبل لأنها أشرف أموال العرب، وعقبها بالبقر لأن البقرة تنوب عن البدنة في نحو الأضحية، وتعينت الغنم للتأخير، قوله فلا تجب إلى آخره، تفريع على مفهوم قوله في ثلاثة أجناس إلى آخره، ومحل عدم وجوبها في ذلك إذا لم يكن للتجارة بل للقنية. يبقى عدم وجوبها هنا طالما ليست للتجارة، للاقتناء، وإلا وجبت فيه زكاة التجارة. قوله في الخيل اسم جمع لا واحد له من لفظه، سميت بذلك لاختيالها في مشيها، وأوجبها أبو حنيفة في الإناث من الخيل وحدها أو مع الذكور. يبقى زكاة الخيل عند الإمام أبو حنيفة واجبة، عند الشافعية لا. وقوله والرقيق اسم جنس إفراد يطلق على الواحد والمتعدد وعلى الذكر والأنثى. قول والمتولد مثلا بين غنم وظباء، أي ولا تجب في المتولد بين زكوي وغيره لأنه يتبع الأخف، وأما المتولد بين زكويين كالمتولد بين إبل وبقر أو بين أحدهما وغنم فتجب فيه الزكاة كما هو قضية كلامه. قال الولي العراقي ينبغي القطع به، قال والظاهر أنه يزكى زكاة أكثرهما عددا. يعني افرض احنا عندنا البقر لو 30 نطلع زكاته، لو 30 تبيع، لو 30 نطلع تبيع، تبيع يعني بقرة صغيرة بتتبع أمها يسموها تبيع، تستتمشي ورا أمها يسموها تبيع، واخد بالك؟ لو كان برضو الإبل 5 أطلع شاه، واخد بالك؟ لو كان الغنم 40 أطلع شاه إلى 120، وبعد ال 120 ل 200 أطلع شاتين، سهلة هتيجي الحاجات دي. طيب أنا بقى عندي إبل نزى على بقر، فطلع لك بقر ابن إبل، هطلعه على زكاة الإبل على عدد الإبل
يعني كل 5 اطلع منهم، ولا على زكاة البقر 30 اطلع؟ قال لك على زكاة الاكثر عددا، اعتبر الايه الاكثر عددا. فهمت المعنى؟ يبقى على زكاة الاكثر عددا. اي ولا تجب في فبيقول هنا ايه، قال الولي العراقي ينبغي القطع به، قال والظاهر انه يزكى زكاة اكثرهما عددا فلا تجب الزكاة في المتولد بين الابل والبقر او الغنم الا ان بلغ 30 في الاول اللي هو ابل وبقر، او 40 فيهما اللي هو ايه غنم مع زكوي، لكن يعتبر الاكبر سنا كالمتولد بين ضأن ومعز. هنطلع بقى من حيث السن نراعي الاكبر، ومن حيث العدد نراعي ايه الاكبر برضو، لكن يعتبر الاكبر سنا كالمتولد بين ضأن ومعز، فيخرج من 40 منه واحد له 2 اللي هو ثنية معز وفي جزع الضأن. اخذ ثنية معز ولا جزع الضأن؟ المتولد من الضأن والمعز اخذ ثنية معز ولا جزع الضأن يعني عمرها سنة واحدة وماشية في الثانية؟ قال لك لا، تاخذ الاكبر سنة، ثنية معز. خدت بالك؟ مثلا حقه التأخير عن قوله بين غنم وظباء، أي أو بين بقر وظباء أو بين إبل وظباء، والظباء هي شياه البر، واحده ظبية وهي الغزالة. ونقف على وشرائط وجوبها، إيه نتكلم عليها إن شاء الله يوم السبت بعد القادم، عشان السبت القادم أجازة، وهيبقى السبت بعد القادم نلتقي يوم الخميس 20 مارس المولد النبوي إن شاء الله، الاحتفال هنا في مسجد الأشراف بعد صلاة العصر إلى العشاء، وإن شاء الله تشرفونا وتكرمونا بتشريفكم. وجزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا